يسعد لي كل اوقاتكم من مطبخ لولو. اليوم رح نعمل مع بعض هيدي الوصفة اللي بتشهي، وصفة مصرية بإيدين لبنانية. شميت الريحة حسيت حالي كأني بمصر، أكلتها بمصر، كنت حابة أعملها قبل هلأ بس ما كنت دقيقتها، بس دقتها بمصر قلت خلص لازم أرجع سويها ببيتي ودوق عيلتي نفس الأكلة اللي أكلوها بمصر. يلا حبيبات قلبي خلينا نروح نشوف الطريقة والمقادير. حطيت كمية من العدس بطنجرة بعد ما نقيتهم مظبوط وغسلتهم وحطيت عليهم مي شرب، مي صالحة للشرب. وهلأ بدي اسلقهم ربع سلقة. هلأ حطيت له مي، رح زيد عليه بعد شوية مي. اول ما يغلي غلوتين رح اطفي تحته لانه هيدا العدس على السريع بيستوي. هلأ رح غطيه شوي صغيرة وانطره لحتى يغلي. عندي كمية من البصل، انتو قد الطبخة بتقصوا بصل. انا هون حطيت شي 8 بصلات وسط وقشرتهم وقصيتهم بهاي الطريقة، لازم يكونوا رقاق لحتى يعملوا كريسبي. رح زيد عليهم تقريبا معلقة نشا كبيرة، وهلأ رح حط زيت على النار وبلش قلي البصل. هلأ بطنجرة على النار، دورت النار تحتها، رح أصب زيت، زيت نباتي، رح يكون زيت نباتي غزير. هيدا الزيت رح نستعمله بكل الطبخة. وهلأ رح زيد البصلات تعولي فوق الزيت، رح وزعهم بالطنجرة. لقيت الزيتات شوي قليل، رح زيد شوية زيت بعد لحتى تغمر البصل. هيك هيك بكفي، بس ياخدوا شوية لون برجع بقلبهم. هلأ رح قلب شوي البصل لشوفهم إذا حمروا من تحت، بلشوا ياخدوا لون. مثل ما شايفين بلش البصل عندي ياخد لون، شايفين لونه بيجنن. هلأ شوي صغيرة ورح شيله من قلب الزيت، شايفين حتى بطل طري صار كامش بقى. رح خفف النار وشيل البصل وحطه بصحن عليها ورقة مطبخ. بلشت القرمشة تبين. وهي البصلات يلي شلتهم من قلب الطنجرة. هلأ هيدا الزيت منكه بطعمة البصل، رح نستعمله بوصفتنا ما رح نكبه أبدا. هلأ تاني خطوة رح اشتغل فيها، صفيت الزيت بطاسة تانية وخليت كمية من الزيت هون بهيدي الطنجرة لنشتغل فيها. هلأ رح دور الغاز، وعندي هون كوب من الشعيرية، رح حمص هيدا الكوب الشعيرية بقلب الزيت يلي أنا قليت فيه البصل. أكيد بس تحمر الشعيرية رح ضيف في المكون الثاني. مثل ما شايفين بلشت تحمر عندي الشعيرية. كوب من المعكرونة الصغيرة كمان رح قليها شوي مع الشعيرية. عندي كوبين من الرز المصري مغسول مش منقوع، نزلت فيهم فوق المعكرونة وكمان رح قليهم مع المكونات الثانية. رح قليب. هلا كمان عندي هون كوب من العدس المسلوق نص سلقه، رح قلبهم مع بعض. بهيدا الوقت انا عم سخن مي مشان فلفل المكونات مي سخنه. رح زيد معلقه متوسطه من الملح، يعني الملح حسب الرغبه، ورح زيد معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة والكمون كمان معلقة صغيرة. وهلأ رح قلبهم مثل ما شايفين
بلشت الروايح تطلع. واو، انا مسخنه مي وراح زيدهم فوق طبختي. وهلا كمان راح زيد المعكرونه، راح فرفطها للمعكرونه. حطها بشكل ما تلزق على بعضها هيك. رح حركها. هلا انا نقلت طنجرتي على العين الاكبر، شايفين مثل ما شايفين عم تغلي. هلا رح غطيها، وطي النار تحتها على الواحد يعني على الاخير على النويصة، وراح اتركها لحتى تتفلفل على قلم مهلها. راح اعملها معامله الرز. وهلا راح طل على الكشري تاعي، شايفين ما شاء الله ما شاء الله كله مستوي، المعكرونه الرز كله صار غير شكل. هلا عم قلب المكونات، ارجع اغطيهم واتركهم على نار خفيفه كتير كتير شي 20 دقيقه. كون انا هلا بدي بلش بالصلصه. حطيت طنجرة تانية على النار وبنفس الزيت يلي قليت فيه البصل حطيت نتفة. وهلا بدي زيد عندي هون بصلة كبيرة وسط يعني مش كبيرة كتير، مفرومة ناعم ناعم، رح زيدها فوق الزيت وقليها. ورح انزل فوق البصل بمعلقة ثوم كبيرة وحركهم مزبوط ليتجانس الخليط كله مع بعضه. رح زيد معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، كمان معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة كمون، ورح حط حر هيدا تشيلي، ورح كتر كتير يعني معلقة صغيرة كمان. رح قلب. واو طلعت الروايح الروايح يا عالم الروايح. رح زيد شوية خل، شي 3 معالق خل، اكيد ما بدنا ننسى الملح، معلقة صغيرة ملح او حسب الذوق. رح قلب وهلا رح انزل بالصلصة تاعيتي، صلصة طماطم. رح حرك، ما بخبركن عن الريحة. واو انا شفتن عم بزيدوا شوية سكر، معلقة صغيرة من السكر شايفين. انا رح زيد هلا شوية سكر، ما رح كتير، رح حرك. بقولوا شوية السكر مشان تعطينا حلاوة شوي يعني ما تكون حامضة الصوص. وهلا رح اتركها لحتى تتسبك على قلم من مهلة، شايفين. فيكن انتو تضيفوا بندورة فريش مقطعة او معجون طماطم، بس انا عندي هيدا الصوص كتير غامق. رح اتركهم يتسبكوا شوي على قلم المهلون. رجعت زدتلهم كمان علبة صلصة، صلصة طماطم، لانه لقيتهم شوي قليل طلعوا، شايفين الروعة. وزدتلهم شوية مي، بس شوية عصير طماطم وشوية مي، شايفين القوام. رح اتركهم كمان بعد يتسبكوا على قلم مهلهم، وبنرجع بنعمل الدقة مع بعض. خلينا نطلع على الصلصة، شايفين روعة. هيك بتكون خلصت عنا الصلصة، رح نحطها على جنب ونبلش بالدقة. هلا بكسرول على النار،
حطيت فيها الزيت تبع البصل يلي قلينا فيه البصل، رح انزل بمعلقة ثوم، ثوم مهروس شايفين، هلأ رح احط فوق منهم كمان نص معلقة صغيرة كزبرة ونص معلقة صغيرة من الكمون، رح اقلبهم مزبوط، رح انزل فوق منهم بربع كوب خل، الحامضة يعني ليمون حامض، عصرت ليمون حامض وحدة وحطيتها فوق منهم، رح زيد فوق منهم نتفة صغيرة من الصلصة يلي أنا عملتها قبل شوي، يعني كبشة، كبشة صلصة، شايفين صار لونها أحمر، رح زيد بعد شوي صغيرة، لأنه فيها حر، في ناس بحطوا حر كمان بعد، أنا ما بقدر أستحمل الحر أكثر من هيك صراحة. هلا رح زيد فوق منها شوية مي، وهيك بتكون خلصت عنا الدقة، بس تغلي شوي وخلص. أكيد ما بننسى الملح، أنا بعد ما حطيت ملح، ملح حسب الذوق، خلص بكفي هيك. هاي خلصت عنا الدقة، في ناس ما بيحطوا لها الصلصة بتطلع لونها أبيض، يعني بتطلع بلا لون، بلا لون حمر، وفي ناس بيعملوها على البارد يعني ما بيحطوها على النار. هلا هيك صارت روعة، هاي الدقة خلصت كمان، وهلا رح اتركها تغلي شوي ومنروح على صحن التقديم. وهلا من بعد ما خلص الكشري رح ورجيكم كيف صار. واو واو واو، ما تنسوا انه انا اول مرة بعمل كشري، كشري من ايدين لبنانية، شايفين واو 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 مهرهر. هلا رح نسكب ونشوف، هلا رح اسكب صحنة، صبيت الكشري بالصحن، وعندي هون حمص اكيد بيتاكل معها الحمص المسلوق، حط الصلصة فوق منها، شايفين قوام الصلصة بيعقد، روعة هاي الصلصة، وهي البصل المحمر، شايفين سامعين الصوت، سامعين القرمشة. هلأ تذكرت مصر وأهل مصر، وتذكرت الكشري بمصر. هلأ رح نزيد الدقة، يا سلام يا سلام على الروايح، ما بقدر اوصف لكم الريحه. بتمنى هالوصفه اللي عملتها اليوم، الكشري المصري، الاكل الشعبيه المصريه المشهوره كتير بمصر ام الدنيا، تكون نالت اعجابكم، وكون ما غلطت ان شاء الله، كون ما غلطت فيها ابدا، وعلى ذوقكم. وهيك وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى يكون نال اعجابكم، واذا عجبكم أكيد يا ريت تعملونا لايك وشير وسبسكرايب، بتشكركم كتير على المتابعة، وإلى اللقاء بفيديو جديد، باي باي.